خليل امسك امسك احمل الكاميرا احمل الكاميرا احمل الكاميرا. فك ايوه. هذول الاثنين من وين اجوا؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، هذه الان يتم نقل اثنين من الذين توفوا في حادثة الغرق إلى مستشفى الأهلي، الآن يصلون إلى مستشفى الأهلي عبر مركبة الإسعاف. هذا فوزي. نعم، في هذه اللحظة مشاهدينا الكرام يصل اثنين من الذين توفوا إلى مستشفى الأهلي بمدينة الخليل لينضموا إلى اثنين آخرين وصلوا قبل نحو ساعتين من الآن ليصبح عدد الذين يتواجدون الآن في مستشفى الأهلي 4 وفيات من أصل 5 وفيات، بقي 1 حسب ما علمنا في مستشفى الخليل الحكومي، وهناك طبعا أحد المصابين بإصابات خطيرة يعالج في مستشفى سروكا. هذه المعلومات التي توفرت لدينا حتى هذه اللحظة. إذن قبل قليل تم نقل 2 من المتوفين إلى مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، يصبح العدد هنا في المكان الذي نقف فيه 4 وفيات حتى هذه اللحظة. معنا هنا أحد أقرباء المتوفين، الله يعطيك العافية، عظم الله أجركم. شك الله سعيد. حدثنا عن عدد الوفيات. الوفيات لحد الآن 5 والسادسة نقلت إلى مستشفى سروكا إسرائيل، ما بنعرف بقوله كويس إن شاء الله لحد الآن. شايف 3 وصلوا مستشفى عالي توفوا في المكان، و2 لمستشفى الاهلي توفوا. قبل قليل تم نقل 2 اخر. نقل 2 من مستشفى العالي لمستشفى الاهلي، 2 بقي كمان 1 نستنظر فيه ان شاء الله بصل. يعني عدد الوفيات بالمجمل 5 وفيات. السادس نقل مستشفى اسرائيلي داخل اسرائيل. شايف ما بنعرف، ان شاء الله بكون كويس. الكل بعدثنا انه كويس، ان شاء الله حالته بتكون كويس مستقره. ما يتعلق بأعمار الذين توفاهم الله اليوم؟ زي ما تقول فوزي رسمي الدردون، عمره بقارب من 45 ل 46 سنة تقريبا، وابنه الصغير النقل للمستشفى سروكا داخل إسرائيل حوالي 14 سنة. فالثلاث الإخوان الثلاث اللي هو بدوي تقريبا ما يقارب ل 32 سنة أو 33، كلهم إخوان وراء بعض، يعني أمجد وحمد كلهم وراء بعض 28 30 32 هيك تراوح أعمارهم الثلاث إخوان. الأشقاء الذين توفوا 3 منهم أشقاء، بدوي محمد بدوي الأرقان وحماد وأمجد. والأثنين الآخرين؟ الأثنين الآخرين هو فوزي رسم الدردون وابنه 14 سنة عمره، وفوزي 46 سنة الوالد، وكمان محمد وائل الطرقي عمره يقارب من 32 سنة. أصغرهم عمرا هو الذي نقل إلى مستشفى سروكا، أصغرهم نقل إلى مستشفى سروكا حاليا مستشفى بيقولون انه كويس، ان شاء الله بكون كويس. هناك معلومات كثيره تضاربت حول ما جرى، يقول الاهالي هناك ونحن كنا نتواجد هناك في دير العسل، تحدثوا بان يعني الحفره القديمه انفجرت على الحفره الجديده وبالتالي ادت الى هذا العدد من الوفيات. والله بالضبط انا ما بعرف، بس بعرف انه في حفره قديمه وكاينين يشتغلوا بجانب الحفره القديمه فانفجرت او انخسفت فيهم الاثنين، وهذولاك جايين يسعفوا ابو المعتز جايين يسعفوا فنزلوا يسعفوا فصار اللي صار. نعم. لنستمع الى ابو معتز لربما لديه معلومات اخرى متوفره لديه حول ما جرى اليوم في خرب الدير العسل. الله يعطيك العافيه ابو معتز. عظم الله اجرك. حياك الله. سعيك. معلومات اكثر عما جرى في دير العسل. كانوا يحضروا في البير جوره امتصاص عبر الجوره الثانيه هذيك وانفجرت عليهم فراحوا ينقضوهم، واحد لحق الثاني والثاني لحق الثالث والرابع لحق الخامس، فكلهم لحقوا بعضهم وكلهم طلعوا الله يرحمهم. نعم. الاب والابن كانوا يعملون في حفره جديده، كانوا يحفروا في الجوره الاب والابن، وهذولك اخوالهم 2 اخوالهم 3 اخوالهم اللي هو حماد وبدوي وامجد، وهذاك ابن خالتهم فزعوا لهم عشان ينقذوهم وربنا يعوض اهلهم. الان بشكل رسمي 5 وفيات والسادس يعالج. السادس في بقول في سرايف سروكا حاليا ان شاء الله. نتمنى له السلامه والرحمه للشهداء الذين توفوا في هذه الحادثه. اذا مشاهدينا الكرام يمكن اجمال الوضع حتى هذه اللحظه بان 4 من المتوفين تم نقلهم الى
مستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وهناك متوفى خامس هو يتواجد في مستشفى الخليل الحكومي، والسادس المصاب هو طفل يقبع في مستشفى سروكا داخل إسرائيل طبعا، وهو بحالة صحية لا يمكن تأكيدها حتى اللحظة، لكن هو لازال على قيد الحياة حسب المعلومات التي تصلنا تباعا، وجاري العمل لإنقاذ حياته، نتمنى له السلامة. إذن أعداد كبيرة من المواطنين توجهوا إلى مستشفى الأهلي الحكومي لمواساة الأهالي هنا بهذه الفاجعة الكبيرة. طبعا رئيس بلدية دورة أعلن الحداد على أرواح شهداء المدينة، وستنكس الأعلام في مدينة دورة وقراها بشكل كامل حدادا على أرواح الشهداء، وهذه الحصيلة وهذه الفاجعة التي حصلت قبل نحو ساعتين في خربة دير العسل غرب مدينة الخليل. 4 من المتوفين تم نقلهم إلى مستشفى الأهلي بالخليل، وأيضا الخامس هو متواجد في مستشفى الحكومي مستشفى عالية الحكومي، ولا زال الطفل وهو أصغرهم يتعالج في مستشفى سروكا، وجاري العمل في محاولة لإنقاذ حياته. حقيقة أعداد كبيرة من المواطنين يعني توجهوا إلى مستشفى عالية وأيضا مستشفى الأهلي الذي نحن نتواجد فيه في هذه اللحظات لمواساة الأهلي. هناك طبعا الدفاع المدني وكذلك الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات منذ اللحظات الأخرى الأولى من وقوع هذه الحادثة، وطبعا بجهود الأهالي والدفاع المدني تم انتشال المواطنين الست، وفيما بعد أعلن عن وفاة 5 منهم، بينما الحالة السادسة تعالج الآن في مستشفى سوروكا. طبعا حالة من الحزن تخيم في هذه اللحظة على مدينة دورة بقراها ومخيمة بقراها كافة، وأيضا هنا أمام المستشفى كما تشاهدون الأهالي يتجمعون بأعداد كبيرة، ولربما أو ليس لدينا مشاهدينا الكرام أي معلومات عن وقت تسليم الجثامين ليتم مواراتها الثرى حتى هذه اللحظة، وكما قلت بأن الأجهزة المختصة لا زالت تحقق فيما جرى صبيحة هذا اليوم، والذي يمكن إجماله بأن أب وابنه كانوا يقومون بحفر حفرة امتصاص بجانب حفرة قديمة امتلأت، ومن ثم انفجرت الحفرة القديمة على الحفرة الجديدة وتسببت بغرق الابن والأب. أتى الآخرون لإنقاذهم ولكنهم أيضا للأسف غرقوا في هذه الحفرة، وأعلنت الجهات الرسمية بشكل رسمي وفاة 5 منهم، بينما السادس يتم معالجته في مستشفى سروك التي نقل إليها بعيد الحادثة، ونسأل الله أن يسلمه وأن ينقذ حياته. الفاجعة حقيقة كبيرة وكبيرة جدا على دورة والخليل بشكل عام، وطبعا أعداد كبيرة من المواطنين توجهوا لمواساة الأهالي الذين يتواجدون هنا، وحالات من الإغماء أيضا حصلت بينما كنا في الموقع قبل نحو ساعة من الآن، تم التعامل معها من قبل الأطقم الصحية. هذا هو الوضع حتى هذه اللحظة متابعينا الكرام، وسنكون معكم في أي جديد قد يطرأ. إلى اللقاء.